الله اللي هو اللي مستلمكم عبد الله ظاهر لي 6 اشخاص تختارهم ينفذون الاحكام. سنار شنار الدوس يطلع برا. من الرزقي سلطان يطلع علي لا ما يطلع محمد السفير القحطاني استعجل يا عيال عشان الصلاه يا عيال صلاة يا محمد يا 1 2 دقيقه 2 بس ظهر لي 2 باقي 1 بس باقي 1 بس ناصر ابريك تعال لا لا 5 هم باقي 2 باقي 2 انا ناقص بس تعال طبعا يا الربع المجموعه الخسرانه الاولى اللي هم عندكم كنترول معي وين تبون نبدا؟ نبدا من اللي في الزاويه ورقه مقص بسرعه استعجلوا علشان ارتب اللي عندي انت هو عبد الله من نبدا عندهم ورقه لقي حجر ورقه مقص نبدا من عند رزقي رزقي لا لا رزقي رزقي اللي هو الفايز من عنده كسرت مقص انت تقول 5 ولا 6 5 5 بس محمد انا عندك لا والله ما مشكله كنترول هو على انا هي حجر طيب يا رزقي ابشر بي يرقص لمدة نص دقيقة بدون شعر يا وجه الله بدون شعر بدون شالة صار استعجل محمد عشان صار في شعر يعني يلا لا ارقص وانت كم في كم في راسك شعر كي ترقص يلا يلا هزل 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 احط لا 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 ولا شيء يا عيال امانة يلا بدون شعر لا يا ولد هذا رقص خليني فاطك خليني فاطك ها روح حال عاصر محمد وانت ساكت اي وانا ساكت ايه يلا اشوش وانا ساكت خلاص يعطيك العافية يا حمد جدراني اوه طبعا طبعا سلطان البريك يركض برجل واحدة الى الباب يعود يلا 1 2 3 الشيخ متواضع عاش الشيخ عاش الشيخ بسم الله عليك عاش الشيخ بسم الله عليك عاش الشيخ ايه ترى تطيح ترى بعيدها يا شيخ خلاص 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 الله يعطيك العافيه طبعا يا الربع السؤال الثالث السؤال الثالث لا عندك انت السؤال الثالث طبعا يا الربع التزم الصبت السؤال الثالث يقول يقلد من هو يقلد من ظنكم حد ايش؟ المقدمين يقلد سالم حزام خلاص سلطان ارتاح الله يطول في عمرك ابو علي ثوب علي ثوب لا اختار عندك يلا لا استاجر قلد سالم حزام ولا ما راح تطلع منه لين تقلد او يقلد احد المقدمين اللي لا 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 يقلد سالم حزام هذا فريق داعمي فريق داعمي لازم اني البي طلبتهم ما لقيت له سالم حزام صنع استاجر والله شوف والله ما راح اغش عليك والله قلده للامانه يا ناصر ابريك وحاول تسجل علشان اظهر الترك عاد معنا وقت يلا في بالك الا تشوفه في النقد يلا وين حشر الفهد؟ ليه يعطيني حظر؟ كمل 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 سرسل سرسل والله اني لا اعطي حظ من العشر هذا وش انا ضفتك اصلا خطم في بحر خطم في بحر شو يقول؟ تبي تسعي بعد؟ حطك عقالي؟ انا الرجال ذا والله اللي هو سوى قدامي اني لا اضربه على صوب قاعد يستاهل الربع طبعا يا الربع سبحان الله شوفوا السؤال طبعا الحين عند شنار يغني بصوت حزين عاد هذا شرار عاد هذه لعبة شرار حزين نبكي حزين من الشتاء ولا طيب ما طلع لي شيء حزين من الشتاء ايش رايك حزين من الشتاء ولا وش المانع يا الصمت بسرعه
اي والله حزين وخاطري ضايب بالحيل اشولف مع العالم وانا حالتي حاله مع الناس لكني مداني هجاد الليل بس الله يعطيك العافيه احلى صفقه للشباب خلاص الله يعطيك العافيه عاد عبد الله عبد الله معروف عبد الله اي فقره كذا بتستشيره راقد طبعا معروف هذه ميزه فيه ممتازه عبد الله الحربي يقلد شخص معه بالمجموعه الخسرانه مو بنا بشك مع المجموعه الخسرانه الخسرانه طبعا اخوياك بسرعه علشان نظهر برا يا عبد الله الحربي بسرعه يا عبد الله انا ادري جوك اجاك يلا عادي ما يجوز يلا بسرعه هذا فريق قدام لازم يا عبد الله المجموعة الخسرانة عبد الله العتيبي عبد الله العتيبي بقلدك يلا اسمح لي عبد الله اكيد اسمح لي ها بسرعة يا عبد الله تقول الحصان كم له قلب؟ شو يقول شو يقول؟ لبه يلا ابكي شو اسمه؟ طبعا طبعا يا الربع ونختم بالصلاة على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طبعا الضيافة عندنا هذه وبننتقل بإذن الله